بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر منظمي أندوا على الاستضافة وأشكرهم على اختيار هذا الموضوع الذي يجد راهنيته في ما بات يعرف بإحداث المنتزه الوطني أو المنتزه سوس وأطلس الصغير. أستاذ عزيز الزاوية الشلحي مرد عربي. لا هنا غادي نفضل، انا افضل ان اتحدث بالدارجه باللغه العربيه، لانه يفترض في ان في وجود بعض الاخوان الامنيين في اطار مهامهم الامنيه ان ينقلوا رسالتنا كما هي، باش حتى ما يحتاجوش المترجمين باللغه الامازيغيه. احنا عندنا رساله واضحه في هذه الندوه تتعلق بان 13 جماعة أو سكان 13 جماعة أو 17 جماعة لأن زادوا 4 أخرين يرفضون رفضا قاطعا إنشاء هذا المنتزه. وهنا غادي نعرفوا ونقول لكم علاش. إلى تكلمنا على علاقة إعداد التراب الوطني بالتنمية، يعني تنمية أي مجال كيفما كان النوع ديالو يحتاج إلى 3 أشياء وفق بعض المنظرين السوسيولوجيين وفق بعض المنتسبين لمدرسة التغيير الحضاري والتي يتزعمها أو ينظر لها المرحوم مالك بن نبي. التغيير الحضاري يحتاج ثلاثة حوايج: الإنسان والأفكار والأشياء، وبطبيعة الحال كنستحضروا البعد الروحي. ملي كنديروا تدابير تروم أو تتغير تنمية الإنسان، يعني كنلجؤوا للمنظومة القانونية اللي هي أولها الدستور. الدستور في الفصل 35 يضمن لجميع المواطنين على حد سواء حق الملكية. وملي كنتذكروا على حق الملكية كنتذكروا على الملكية العقارية بالخصوص وملكية المنقولات. الملكية العقارية كنرجعوا للنظام القانوني للملكية العقارية في المغرب. وكنتسألوا هل التحفيظ العقاري طارئ أم أصل في المغرب؟ لأن جميع القوانين اللي حاليا تصدر في الجريدة الرسمية كنقولوا بأنه أو جميع الفقهاء عند القانون كيقولوا ابتداء من العدد الأول ديال الجريدة الرسمية اللي صدرت 1913 بعد الحماية. وكأن المغرب وكان يسوق لواحد الخطاب اللي هو خطاب مرفوض، يقول بأنه قبل هذا التاريخ هذا ديال التقييد أو التقنين بعد التصرفات القانونية بقوانين منصوص عليها في القانون ومشروع في الجريدة الرسمية، قبل هذا التاريخ كنسمو بعض المناطق بعهد السيبة أو عهد المخزن وعهد السيبة، وهو أمر غير صحيح. يعني انتبهوا، ما نسوقوش لمغالطة أريد بها ما أريد. قبل كانت الأعراف الأمازيغية المستمدة أصلا من الشرع الإسلامي، لأن هذا الكلام اللي كنشوف اللي كنذكروا بالخصوص على منطقة سوس، كنذكروا على واحد العمران فيه مدارس عتيقة كانت تدرس أمهات الكتب المتعلقة بالفقهيات والمتعلقة بالخصوص بالمعاملات العقارية. هذوك الناس باش تعرفوا راه أقدم عقد زواج في المغرب، أقدم عقد زواج في المغرب مكتوب كيف منطقة سوس، وأقدم عقد رهني مكتوب أصله منطقة سوس. ويا لقيت اللي فيكم شاف هذا العقد هذا الذي يعود إلى 100 السنين، كان القوم يتحدث عن الكد والسعاية والشوار وكذا والمعاملة وكذا، وكانت ذلك الواضح أن الإنسان الأمازيغي ما كيورطوش الفتيات. ولكن غنقول لكم بعد علاش إلى سمح لي الوقت. ملي كنذكروا على حق الملكية، الملكية ضروري عنده الحارس ديالها. وتحضرني هنا مقولة أحد الفقهاء للقانونيين والأساتذة الجامعيين ديال البلاد الأستاذ العالمي المشيشي في أحد الندوات المتعلقة ب
أراضي الجموع، قال بالحرف بأن أراضي الجموع أعطيت للقبائل من أجل أن تكون هذه القبائل حارسة أمن على الأمن العام ديال المغرب. يعني كما كانت كيفاش تصورتها أنا وكيفاش تسوقها هو، أو حاول أنه يشرح الحضور آنذاك، أنه هذاك الشريط الحدود ديالنا مع الجزائر ومع الجنوب المغربي، أنه كاين واحد المجموعة نتاع الأراضي نتاع السلالات تعطاتهم، وكانوا تعطاتهم بمقتضى مراسم وطهائر هي راه ديالهم، هي المخزن آنذاك اعترف لهم بأحقيتهم فيها، وجعلهم حرة يعني جنود كيحرسوا الحدود المغربية. والآن هذه الأراضي هذه نتاع سوس اللي فيها الأرقام وفيها العرعار وفيها اللوز وفيها مجموعة نتاع الغابات، وغادي نرجعوا للغابات لأن ماشي أي غابة نتاع ملك نتاع المخزن، هذا حق أو مغالطة أريد بها التسويق لمغالطات قانونية خطيرة جدا. يعني هذا الإنسان الأمازيغي نتاع سوس هو الذي حافظ على هذه الثروة العقارية، ولو كانت في نية إدارة المياه والغابات وبعدها المندوبية السامية للمياه والغابات وبعدها الوكالة الوطنية للمياه والغابات اللي عندها اختصاص أصيل في محاربة التصحر ومحاربة ندرة الماء. احنا عندنا احنا وكلنا ولاد منطقة نتاع سوس، كاين مناطق اللي كتوصل فيها السيتر نتاع الماء في أوقات أو شهور الدروة إلى 1200 درهم، وهنا راه كاين هنا اللي عندو الدور ديالو كيعرف مزيان لهاد النظرة هادي، وكيعرف شنو كتعني أنك تشري سيتر ديال الماء ب1200 درهم. يعني لو كان الهدف منها هو الحفاظ على ذاك المواطن وتنميته فواحد المجال البيئي على أنه يحرص هذيك المنطقة، لازم التفكير أولا وقبل كل شيء في استزادة الموارد المالية والحفاظ عليها والبحث على سبل العيش، والسبيل الأول للعيش هي المياه عوض إنشاء المحميات والحديث عن التحديد الغابوي لعدة أملاك يمتلكها الأفراد والجماعات خارج بمصادر خارج عن الضوابط القانونية وخارج عن القانون. بالنسبة للغابات كاين واحد النقاش سوقات المندوبية السامية للمياه والغابات ديال أنه القرينة الغابوية وبقيه الأحراش والأرقام والدوم شجرة الدوم وشجرة الخروف اللي واحد بقيت تجو كيف ربوا الناس باش يحولوا باش يستوطنوا في القرينة الغابوية عند الناس. كيقولوا بأنه وجود هذه القرينة الغابوية أنه هذه الأرض هذه من كل الغابة الشرفة راه قبل 1934 راه لم تكن منطقة سوس تعرف شي حاجة أسميتها الدولة المركزية ولا سلطة الدولة المركزية عليها إلا في ثلاثة حوايج. ثلاثة، مد السلطة المركزية بالضرائب سنويا، ثم المساهمة في تنظيم الجيش وعقد الأحلاف فقط، هذا ما يربط المنطقة بالسلطة المركزية. قبل ذلك عندنا في منطقة سوس ما يسمى بإنفلاس أي 40، وهو نظام عرفي تم تقعيبه وتم يعني الأصول ديالو تم تأصيلها من مزيج من الأعراب الأمازيغية قبل دخول الإسلام، ثم بعد ذلك بعد اعتناق شمال إفريقيا كلها للإسلام تم اجتهاد يعني ابتكار عدة اجتهادات ملائمة للفكر الفقهي الإسلامي. قلت بأن الغابات أول ظاهر صدر للمحافظة على الغابات هو ظاهر 10 أكتوبر 1917، وغادي نعود نقول ولا الشيء اللي قلته في مناسبة عديدة أنه أول قانون يعني يخرق مبدأ كونيا يتعلق بالمسؤولية الجنائية الشخصية. رأى في بعض فصول هذا القانون يتحدث المشرع عن تحميل المسؤولية الجنائية للقبيلة برمتها
يعني قبيله وحده الى فرض منها من الافراد قطع شجره يعني والسلطه ما استطاعش ديك الساعه الاستعمار ما استطاعش انه يبقى الفاعل الحقيقي يعني من حق هذه السلطه او الحق القائم ان يوقع جزاء عن القبيله برمتها وهي تتعلق بجزاءات غرامات ماليه وفي غالب الاحيان تتحول غرامات ماليه الى حبس عقوبه حبسيه عندما يعجز او لا يرضى يعني الفاعل الحقيقي او الفاعلين على ادائها. وبعض الاحيان كانت تستعمل هذه المساطير من اجل الزج بالمقاومين في غير السجون، وما يؤكد ذلك هو صدور ظهير اللاحق ديال اراضي الجموع ديال 1907 اكتوبر او 27 ابريل 1919. هذا الطائر قلت ديال 10 اكتوبر 1917 عدل بظهير صادر بتاريخ 30 ابريل 1949 يعني قبيل الاستقلال، ينص على احقيه الافراد الدوله والافراد والجماعات او المؤسسات الخاصه او العامه بتملك الغابات. احنا هنا المنطقه ديال سوس كنعرفوا بانه كيكون دوار، هذيك الاراضي المحيطه بالدوار كتكون مخصصه للاستعمال الزراعي، ولكن اثناء الاستعمال الزراعي ملي كتكون تما الزرع كيديو البهايم ديالهم لمنطقه تسمى العزيب، ربما شتو كايتباها سميتها شي سميه قرعه تنس ولا شي حاجه دكست ربما كيديو منطقه جبليه تما كيعزبو كيخلو البهايم ديالهم طيله الموسم اللي كيدخل الموسم ديال الربيع حتى كيقرب الموسم ديال الحصاد حتى كياخذ الناس الغله ديالهم. وبالتالي هنا هذه الصوره هذه تلخص لنا الوضعيه العقاريه وتعامل الانسان الامازيغي مع العقار. العقار عنده دار ساكن فيها وكاين حقل يستطيع يستغله وكاين اراضي يستعملها في الرعي. الاثار نرجعوا شويه للتاريخ ديال هذا الانشاء ديال هذا ديال سطور هذا القرن ديال الحميه. في 1992 صدق المغرب على اتفاقيه التنوع البيولوجي ونشرت في الجريده الرسميه سنه 2009 وصدر هذا القانون ديال المحميات في سنه 2010. هذه الاتفاقيه ها هي صدرت نشرت في الجريده الرسميه نقول لكم العدد عدد 5755 كينص تنص في الماده في مادتها ال 30 على ما اظن في مادتها ال 30 مادة 20 على إنشاء واحد الصندوق تموله الدول الأعضاء لأي دولة عندها نية أو أنها بغات دير محمية في منطقة ما من أجل لهدف طبيعي الحال من أجل يعني الحفاظ على التنوع البيولوجي. على الرغم يعني في 2010 صدر القانون، على الرغم أن هذا القانون نسخ قانونا اخر صدر في سنه 1934 26 اكتوبر 1934 على الجريده الرسميه عدد 1148. هذا القانون صدر في العهد الاستعماري يتحدث في العهد الاستعماري في 1934 كانت هناك حكومه اشتراكيه في فرنسا وهذه الحكومه الاشتراكيه انعكس شريرها وتصرفها مع المنطقه تاع الحمايه تاع المغرب اللي كاين واحد شويه ديال التراجع يعني على المنحى الالحاقي او الكولونيالي. فهذا القانون ينص على انشاء حدائق وحدائق تسموها هما حدائق شعبيه فيها نفس الاجابات ونفس الاجراءات ونفس قواعد المنع ان سمحت المسيره دقيقتين نفس الاجراءات قلت ونفس الاجالات. يعني هذا القانون ديال المحميات قانون 123 10 1 نفس الاجالات، غير هو هذا القانون الجديد فيه بعض التفصيلات. بقيت ملاحظه اخيره انه هذا القرار الصادر القرار الموضوع المنتزه ديال المنطقه ديال سوس منتزه الطبيعه الصغير يتحدث عن مجموعه من الجماعات. ولي كنرجعوا للمشروع
راه المشروع هادشي اللي بالمشروع وهادشي هادشي اللي كاين بهذا القرار راه ما عنده علاقه، وهذو جوج لا علاقه لهم بالتنميه ولا علاقه لهم بالحقوق العقاريه لسكان زوز المستمده اصلا من الدستور. بقيه ملاحظه اخيره ان هذا المشروع كالقول يضم بعض الامور اللي هي خطيره من ضمنها الزواحف. زعما منطقه ديال سوس كل عندنا كل شيء في الضناب، بقينا غير نجيبوا لي ديتير دو موريتاني للناس. والحال انه انا ابن منطقه ديال الخصاص، ملي كنا صغار في الثمانينات كانت عندنا حديقه نتاع الحيوان في الواد، فيها خلاها سبليون فيها جميع الانواع تاع الحيوانات، وكانت تحظى بعنايه خاصه. الان ولات كالهشيم، لو كانت إدارة المياه والغابات او الوكاله لو كانت عندها هي تحافظ غير على هذوك الحدائق تاع الحيوانات وتنميها. بغض إشارة اخيره، لماذا تحولت إدارة المياه والغابات التابعه لوزارة الفلاحه الى مندوبيه الساميه والغابات، وتحولت الى الوكاله الوطنيه للمياه والغابات محاربه التصحر؟ هذا اللفظ ديال الوكاله لماذا؟ حتى تستقل في قراراتها عن السلطه الحكوميه، وحتى تمارس ولو الاخطاء ان تضمن عقودا مع الخواص الذاتيين والطبيعيين، وان تقوم باعمال وانشطه وعقود مدرجه للربح. والسلام عليكم.